يقول هذا السائل أبو عبد الرحمن: بعض الشباب ممن من الله عليهم بالهداية والحرص على فعل الخير والاستقامة في أثناء المقابلات يذكرون في حياتهم ما كانوا يعملونه في الزمن الأول من مخالفات وغيرها، هل يجوز لهم ذلك فضيلة الشيخ؟ لا، هذا لا يجوز. الواجب أن يستروا على أنفسهم وأن يتوبوا إلى الله عز وجل من الذنوب والسيئات توبة صحيحة، ويندموا على ما حصل منهم، هذا يكفي، ويعزموا أن لا يعودوا إليه. نعم.